السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد، أسأل الله أن يشرح صدرك ويطول بعمرك ويسعد هذا الوجه. قبل نبدأ الفيديو يا جماعة لا تنسون لايك والاشتراك، شكرا على دعمكم. مقاطع راحت مقطع 24 ساعة يا جماعة الخير وصل 3 مليون مشاهدة وأكثر من 240 ألف لايك، الله يسعدكم ويدخلكم الجنة يا رب. طبعا المقطع الماضي يا جماعة الخير سوينا سحب على البلايستيشن 5، هذا الفائز ألف مبروك لك بعد قلبي، وإن شاء الله تفوزون بالمقاطع الجاية. مقطعنا اليوم يا جماعة الخير كرسي الاعتراف، ولكن سويت بروباغندا خليت الكرسي ذهبي. ليش؟ لانه اليوتيوبر يخافون من كرسي الاعتراف. كان ودي والله اني اجيب كرسي كذا ذهبي واوه، بس انه الجود والمجهود. بسم الله، هذا الكرسي يا جماعه الخير وبنصبغه ذهبي ويصير اسم السلسله الكرسي الذهبي. بسم الله. طبعا يا جماعه الخير قبل نصبغ كرسي الاعتراف عندي لكم اعتراف، تطبيق اشحنها، لا تقول لي ما تعرفها، لا مصيبه هذه اذا ما تعرفها. تطبيق اشحنها يا جماعه الخير اسرع تطبيق ممكن تستخدمه بحياتك، اذا طلبت الكود منهم يوصل قبل تجيك خصم من البنك، يعني يوصلك الكود قبل تجيك رساله البنك، تخيلوا. وفي كاش باك يوصل الى 2%، يعني كل ما تطلب كل ما ترجع لك فلوس تكون موجوده بالمحفظه عندك تقدر تستفيد منها الطلب الجاي. انتم خايفين علي جايبين لي كمام شيء؟ طبعا تطبيق اشحنها يا جماعه الخير عنده تنوع البطاقات، يمديك تشحن جوالك وتشحن ستور، مو بس كذا يمديك بعد ترسل لاخوياك، والله ترسل لهم كذا هدية اللي يعز عليك ترسل له ويجيك كود. والمقطع هذا فيه 50 كود، تحمل تطبيق اشحنها وتشحن الكود هذا اللي بيطلع لك الحين وعليكم بالعافية. هذا كود وهذا كود وهذا 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 وهذا. حملوا تطبيق، حملوا تطبيق لان فيه 50 كود يا جماعة بتطلع لكم، حملوا من الآن دامك شفت المقطع حمل وابدأ حط الأكواد والله يوفقنا وياكم. بسم الله. طبعا يا جماعه الخير هذه اسئلتكم، اسئله الجمهور نزلت المجتمع فالكنز، اسالوا صناع المحتوى، بيجي سينا صانع المحتوى، ابسال سؤال من اسئله الجمهور، اذا جاوب صح نروح للمرحله الثانيه. انا جايب جمهور وراح افاجئ صناع المحتوى ان في جمهور راح يسالهم فيس تو فيس. يلا كذا الكرسي الذهبي جاهز، بسم الله نبدا. ضيفنا الاول في كرسي الاعتراف صالح وبلس، حياك الله. قلت لك كرسي ذهبي لكن بالحقيقه هو كرسي الاعتراف. كرسي مطبخ هذا. طيب. انا ما راح اسالك سؤال، والله ما عندي ولا سؤال انا اسالك فيه، لكن الجمهور انا غردت بالمجتمع. انا شفت التغريده بس والله ما دخلت، ما شفت. يا سلام. ما شفت الاسئله يعني. بعطيك سؤالين بس، تدري سؤالين تنتهي فقره؟ بس والله تنتهي فقرتي انا سؤالين. طيب السؤال الاول، يقولون واحد كاتب اوبلز في مقطع الحقيبه ذكرت انك شريت ارض، وش بتسوي فيها؟ لا في خيارات ولا لازم لا اجاوب؟ لا ايوه سولف. لازم اجاوب؟ ايوه والله شوف انا ما ودي اجاوب على السؤال ذا الصدق، لكن هي في كل الاحوال اللي بيشتري ارض ولا بيشتري سياره ولا بيشتري شيء غير السياره اقصد الارض استثمار ان شاء الله، يعني الاراضي خاصه العقار الابن البار يا جماعه الخير، اذا شريت عقار حافظ عليه فتره كذا طويله تبيعه بسعر اعلى ان شاء الله. عمره طويل يعتمد على الموقع برضو على السوق، بس ان شاء الله انه استثمار مبدئيا باذن الله. حلو. السؤال الثاني يقول كم عمر اوبلز؟ انا مواليد 92 شهر 10، دخلنا شهر اكتوبر. يب دخلنا اكتوبر يب. دخلنا هذا شهر ميلادي ان شاء الله يا حبيبي. ما ادري كم 32 مدري 31 32 طولة العمر ان شاء الله. طول عمرك ان شاء الله. بس ترى رايد اكبر مني. لا والله لا 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 تكبرني. لا اسمعوا يا جماعه خلصت الفقره الان يا صالح. خلاص. ايوه بس الحين بنروح الفقره الثانيه اللي هي يلا قمي الحين بوريك قمي دقيقة يا صالح. بسم الله خليك هنا أجي. إيه تفضل أخش. تفضل حياك الله. السلام عليكم. الآن يلا الآن حيوم. الجمهور هو اللي بيسألك أنا أنت موضوع. يا مرحبا مسهلا. تفضل الكرسي الذهبي. وين ليش ما تضيفهم؟ هاي بنضيفهم الحين نضيفهم بنضيفهم. السلام عليكم جميعا. سلام. كيف الحال طيبين؟ تفضل صالح حياك الله. سلمك أنا الله. اللي قبل شوي أخذت أسئلة الجمهور وسألت، الآن الجمهور نفسهم في كذا شخص بيسألك سؤال. حاضرين للطيبين والله حياكم الله جميعا. أيوه. بس يعني أسئلة. خذ راحتكم يا جماعة ركزوا معي خذ راحتكم. إيه ميانة. إي أبد أبد. أبد كنا نعرف بعض من زمان. في أحد عنده سؤال والله صالح؟ والله عدل جلسة أخوينا شكله سؤاله. يلا اللي يبغى يبدأ. اللي عنده سؤال يلا تفضل. طيب أنا ببدأ تفضل. هو سؤال قوي شوي بس أتمنى الجواب. طيب. أكيد أغلب المتابعين يتمنون يعرفون إيش الجواب. أوكي. اللي هو يا طويل العمر كم قيمة جميع السيارات اللي تمتلكها؟ شوف هو أسئلة الفلوس ترى ممنوع رايد يقول ممنوع. إيه صادق. إيه بس تقدر تجاوب يعني عادي. ما أدري ترى والله ما قد حسبت. الصدق والله ما قد حسبت. صراحة ما جاب. طيب يلا وش لا لا بحسب اللي مكشوف أنا اللي قد صورته إيه؟ المحتوى. الكورفت صراحة أخذتها بأربعين ألف زمان في 2019 حقت مشاريع ما مشاريع الرام الكورفت أي واحدة القديمة؟ صفراء. آه. معدومة حالتها حالة هذيك مصدية ومروحة يا رجال. الرام خدته 250 ما شاء الله.
ما شاء الله. التراك هوك خدت موديل السنه اصفار من الوكاله شريته ب 305 ب 315 او اكثر والله ما ادري شريته 2018 زمان بس وهذا اللي صرحنا فيه يعني هذه السيارات دباب. اللي المحتوى دباب باقي دباب دباب حتى الدباب ما نسوه ما شاء الله الدباب 13000 اتوقع طيب يا اخي ما في كم غير السؤال تكفى ما ابغى فلوس اغلى سياره اشتريتها من حقهم يا اخي انت معروف بالسيارات يا صالح صح عادي فضول الجمهور اغلى سياره التراك هوك صراحه في سياره قد في مقطع الحقيبه حق ابو عبير بس هذه شريتها وبعتها اللي ما شاف المقطع ها جواب وش كم لا اللي باعت اللي باعت خلاص السياره اللي باعت خلاص الجيه ما راح تصرع وشو الجي كلاس لا لا التراك هوك 305 اللهم زد وبارك ما شاء الله تبارك الله انا اعتبر السيارات والله استثمار يعني سواء طلعت فيها محتوى ولا ضبطتها وبعتها بعدين صح. بالذات لك بالذات هذا هو ايه بالذات. طيب عندي سؤال هل العمل الالوان اثر عليك كصانع محتوى للالعاب لا ابدا احس لا لا والله اصلا حاليا اغلب الالعاب ترى لو تدخل في اعدادات تقدر تختار شيء يصحح الالوان صح صح والله والله ايه. اغلب الالعاب الحين تدخل انت في شوف عمل الوان اتوقع فيه ثلاث اقسام كل قسم له اسم معين حلو فانت تدخل للعبه اعدادات هذه تختار القسم اللي انت مصاب فيه وش العمل الالوان اللي عندك واللعبه تحاول تصحح الالوان يعني الاحمر عندك ضعيف اللعبه تقوي الاحمر اكثر والله تبي ادري الصدق بس الصدق والله ما عمري استخدمت الميزه هذه ولا احس انها فرقت معي ابدا ممكن الخبط هذا وشلون هذا شلون بس عادي انت ما عرفت اصلا الا قبل أنا فتره انا ما عرفت الا يوم تخرجت من ثانوي ان في عمل الوان عايش حياتي بالحظ والله ما كنت ادري يا رجال بس الحمد لله ما اثرت عليك يعني لا ابدا 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 طيب انا عندي سؤال يا صالح هل مستقبلا تفكر مثل ابو عمر وبندر تفتح مشاريع لابد انا من زمان شغال على شيء وان شاء الله باذن الله قريب ان شاء الله بياخذ وقت يعني بس يا مغسله سيارات يا مركز خدمات سيارات ان شاء الله شيء انا متخصص فيه وكذا اني يعني افهم في الشغله هذه فاحس الناس بتتحمس معي ان شاء الله دعواتكم بس الله يبارك والله اشوفكم لو افتح مغسله ولا واحد منكم يجي وين عروض نبي عروض لنا لنا تبشرون والله تبشرون بلاش اللي يجي منكم بلاش بس اللي موجودين كم طيب في احد عنده سؤال ولا نعتقل الرجال خلاص لا دقيقه كان بيسال كنت بتسال انت هل قد نزلت مقطع جماعي قبل وحذفته وش كان السبب او مو عاجبك مو بشرط حذفته لا صدق لا لا كل المقاطع الجماعيه نزلتها الصراحه ما كان فيه في واحد قبطك ايوه في مقطع صورناه في الموسم تو قبل شهرين هذا اللي انت بس ما بينزل هذا ان شاء الله ايوه لازم تنزله لا بينزل في مقطع اسطوري مره صوره صالح وقال لي كنسلته ليش يقول اسطوري لانه بدع لازم ينزل لو انه جايب العيد وربي ما ينزل والله العظيم باذن الله انه ينزل بينزل باذن الله سلسله قويه مره ايش انت دخلك ايش دخلك يا صالح في 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 اسئله اي الا في واحد في 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 ذكرت والله اني كنت ناسي مو اني حذفته اتناسى صورناه وكذا بس ما بينزل ليه صالح؟ كان في تحدي اقول المقطع وش هو؟ ايش قلت؟ في الملعب هو بس كنا لابسين الكور الكبيره هذه كنا نلعب انت معنا ذاك اليوم؟ معنا ابو عبير تخيل ابو عبير والله ابو عبير بنخله داخل هذه تكفى يا اخي نزل والله المقطع كان حلو بس لانه تاخرنا في الوقت انضغطنا الليل جاء ما كان نفس المخطط وتعبنا تعبنا مره تتعب ترى تركض قد جربت انا والله ما حسيت نفس المستوى اللي كنت ابغاه حسيته ممتع يعني للمشاهد احنا كاشخاص شاركنا حلو بس للمشاهد ما حسيت طيب صالح الله يعطيك العافيه ما قصرت كذا اشبعنا فضول الجمهور اصبر والله باقي هذه ما سال والله تبي تسال طب عندي سؤال انا الكل سال صح اي باقي انت بخصوص الاغرب الاشياء اللي شريتها من الانترنت كم الإجمالي؟ كم المبلغ اللي هذا قد سألت في هوت ونز مقطع بعمر ما أدري والله ترى ما قد حسبت ما يقارب تقريباً فوق 40 ما شاء الله والله فوق 40 المنتجات فوق 40 ألف والله فوق إيه مو فوق يعني يمكن 45 43 بس أكيد جتك مردود مالي كم خلاص انا اقول يا ولد اللي سأل مرتين سأل مرتين لا لا مره يعطيك العافيه جميعا تشرفنا فيكم اي والله شكرا صالح ما قصرت والله يا حبيبي انت في الخدمه ضيفنا الثاني عزيز حياك الله هلا ابو الجوهره استريح ما شاء الله انا قايل لكم ان كرسي الذهب يا ابو الجوهره لكن طلع الكرسي الاعتراف لا ما يصلح ما عليك انا شايف من اول شكله محقق رايد نسخه مطوره شوف مو انا اللي بحقق المره الجمهور يا ابو الجوهره والله الجمهور
التغريده اللي في تويتر شفتها. يا سلام هذه اخذت منها اسئله. حلو. وبنسأل ابو الجوهر بسم الله الرحمن الرحيم وينه؟ طيب الله يستر. عزيز في واحد من الجمهور كتب قد صارت لك مشكله مع فالكونز، وش المشكله؟ وهل فكرت بوقتها تطلع من فالكونز ولا لا؟ انا والله ما ادري بهذه المشكله. هو يقول انه صارت مشكله متاكد؟ ايوه ما ادري. يقول قد صار، لا قد صارت لك مشكله مع فالكون، اذا صارت لك وش المشكله؟ وهل فكرت تطلع من فالكونز بوقتها ولا لا؟ طيب والله ما صارت اي مشكله مع فالكونز ابدا. مره انا استغربت والله ما اذكر في مشكله. يعني ما بتغير السؤال؟ لا والله ما بغير مره. انا ما عندي سؤالات. تدري انت تنتهي الفقره حقتي بعد السؤال هذا يعني. ايوه تمشي. طيب يعني شورت انا انا ما صارت مشكله والله الحمد لله. الله لا يجيب المشاكل. الله لا يجيب المشاكل الحمد لله. الله يعطيك العافيه عبز. يا عبز يا ابو الجوهر سلم علي. ننتقل للفقره الثانيه. حياك الله معي. تعبين. لا مو تعبين مو تعبين. يلا مشينا. حياك الله ابو الجوهر تفضل. يا مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. الجمهور الجمهور اللي بيسالك مو انا. الجمهور بيسالك بس جبت لك الجمهور بدل ما اقرا من تويتر قلت خلنا اجيهم. يا مرحبا. ليش كذا اشكالكم مرعبه؟ لا 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 ما يخوفون والله. يا مرحبا. يلا عليك عليك حبيبين والله. طيب استريح هنا تفضل مكانك طال عمرك. طبعا. يا مرحبا بالجار نورتنا وشرفتنا. يا متوتر انا. ايوه لا 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 ما في توت. شوفوا جيهم والله انه جيهم طيبه ونعم. اي والله ونعم والله مزيلك الله يستر يا ولد. الوضع حبي والله انه حبي ابو الجار مالك. طيب في احد عنده سؤال لابو الجوهر؟ بحكم انك اشتغلت في الموارد البشريه، ايش اكبر مشكله واجهتها في الاتشار؟ والله يعرفون يا سهلا والله ما اعرف. في الاتشار انا اول ما توظفت كان طريقه اداره الموارد البشريه انه الموظف كان عددنا سته، الموظف يمسك مثلا ادارات معينه، انا امسك الماليه، المحاسبه مثلا، امسك شو اسمه الاي تي، فاكون مسؤول عن اي معامله متعلقه بالاداره دي. توظيف، دورة تدريبية، غياب، أي مشكلة، أي شيء، فكان هذا يسبب يعني ضغط كبير. ضغط مرة يدخل الواحد مع معاملة، المالية عند مين؟ عزيز امسك، عندك، خلص المعاملة. صعبة، سهلة، مشكلتك. يا ساتر، هذا دوامك قبل. إي كانت كذا، بعدين تغير النظام، ومحبوبين احنا حق اتشار. طيب بما أنك اتشار يعني بسؤال بس بسيط. ليش ما تكون في إداري فالكون؟ لأن أنا أحب صناعة المحتوى من زمان. زي ابو عمر. انا استقلت. زي ابو عمر. ابو عمر بروباغندا. ابو عمر احنا نستهبل، لكن ابو عمر دائما يساعد الفريق بافكاره باقتراحات وزي كذا ويساعد الكل. لكن انا استقلت من وظيفتي عشان صناعه المحتوى. فشوف نفس الاداري هنا هم والله. الاداري ترى هم مو بناسه. كنت تحتك ناس اقسم بالله ترى شيء كبير. طيب حلو. انا عندي سؤال. انا زعلان بس من عزيز. الله يسلمك. اخر بث ما بكي فراح وزور. انا بسال سؤال عن فيفا. كلنا عارفين في سي 25 توها نازله، نبغى نعرف يا طول العمر اول شحنه كم قيمتها؟ اول شحنه قيمتها انا قلت له الرايد، لان الرايد غرد تويتر 1000 ريال طلع الامباب. اول شحنه كانت 4500. وليش اروح وارزون؟ لان فيفا الجزء ذا مخيس بالنسبه لي، صعب قاعد انجلد والله. صعب صعب صعب. يعني مو نفس 24 يا عمي. الفت الاول جبت من 15 جبت 8-7 ماني فوز. فعشان كذا انا انحاش ورزون غير جو، لكن ارجع كل فت. حلو التنويع صح. هلا ممتاز. ما يجي متى ابو فيفا؟ ابشر فيفا اليوم في بث، لانه ترى حتى والله في بث ان شاء الله بعد المباراه. تابعت البث حتى لو ما احب كود اتابع عشان. الله يسعدك والله تشرفني والله. لكن ان شاء الله فيفا نطور المستوى عني ما اتوقع ونخش فيها. طيب عزيز انا متوتر يا اخوان. ايوه. هل قد جاك عرض من فريق غير فالكون رفضته؟ من دخلت فالكون لا. قبل؟ قبلي. وش الفريق؟ مو رفضت بس انه كان خيارات، كان اسمر. رفضت مودي؟ لا مو رفضت، كان بين خيارين، بعدين رحت مع فالكون لانه اغلب الشباب اخوياي. بعدين اصلا يوم رحت فالكون مودي قال السلام عليكم اسمر. تخيل دخل اسمر ومشى. تقعد لحالك بالصاله. والله ما يسوي يا ابو خالد اذا هو يدخلني بجدار. طيب قلت لك اخبارك ابو الجوهر؟ يا مرحبا. عساك طيب. الله يسلمك. بحسب مصادري انا عندي مصادر خاصه هذه ما حبيتها. تقول لي الان انك قاعد تشتغل على مشروع. وش المشروع؟ اي مشروع؟ مشروع مشروع مصدر اكيد. تقدر تجاوب الجواب عادي. اقدر اجاوب؟ ما بيجاوب. وشوف ترى البرنامج هذا او الحلقه هذه ترى مو لازم الا تجاوب، بس يعني الجمهور جاي الى عندك وبيسال، سيب كيف راجع لك والله.
متعودين اسئله الجمهور في العالم الافتراضي يعني في الواقع كيف تحشيه يعني. ما في شيء. ترى شوف ممكن يكون شيء ايجابي انه اذا قلته الناس بتنتظر هذا الشيء. ما هو يعني مشروع تجاري لا. في كان زمان صار شيء وانت تذكر اول ولكنه تكنسل بس حاليا ما في يعني ما في شيء رسمي كمشروع تجاري ما في لا ولا في نيه ما في نيه طيب الا نيه موجوده لكن الله الله وين يروح نعم وين يروح اسرط الله المستعان في احد عنده سؤال ولا لا دائم تتجاهل بس الحين لازم انت في الصوره والله وجهك والله تبسرني حضر السؤال اذا ما عجبني بقول لا اعطني متى ناوي تهزم اشعار؟ يا اخوان تكفون اللي يعرف طريقه يكثف الشعر اللي هنا بدون زراعه تكفون ترى انا مثلك شوف زراعه يا ولد شوف دربحه كل فالكن والله كل فالكن توجع والله صدق والله تقعد 5-6 ساعات ويقعد ينتف شعرك وذا ولا تطلع للشمس وبعد ترجع تقعد ريكفري 20 يوم فودي بالزراعه لكن مو بنفس طريقه الزراعه ودي لو احنا 2024 معقوله ما في حلول جديده طيب انت الحين انت صدق ناوي والله انا ودي. بس ما بزراعه اي انا ما ابي احس لو صلعت عشان خلاص انا خلاص زيدان اطيب منه ارجع قبل 10 سنوات مقاطع يوتيوب ما كان في كده ايه ما كان في كده ايه صح كابتن ماجد عمي بيصور لك ياسر شهراني الحين عشان نستر على الوضع نعطها كذا حلو اتوقع انه خلصنا الاسئله صح الكل سال يعطيك العافيه ابو الجواب الله يعافيك والله العظيم اجوبه جميله واسئله والله ما قصروا ما قصروا انا قلت انهم بيحجرون لك بس احمد ربك والله نجيت. ما قصرت الله يعطيكم العافيه الله يعافيك شكرا على الاسئله اللي ما كان فيها يعني الضيف الثالث معنا محمد المكسيكي حياك الله مكسيك هلا واو يا الكرسي هذا كرسي ذهبي اقول لك كرسي طبع لا لا ما عليك اجلس والله والله ما يطب باذن الله بسم الله شلونك مكسيكو تمام اول شيء مكسيكي لازم تعطي متابعين 4 أكواد يستهلون عطهم 4 أكواد 1 ايوه 2 تعب الاديتر 3 4 يا سلام حلو. هذه 4 أكواد يا جماعه الخير لا تنسون تحملون وهذا تطبيق 5 خلاص حملوا تطبيق اشحنها وحط الكود هذا بيجيك ان شاء الله اشياء طيبه طيب مكسيكي هذه اسئله الجمهور مو اسئلتي والله العظيم انا جايبك بس اسئله الجمهور تعرف الجمهور حبايب اكيد بسم الله السؤال الاول يقول واحد اسمه محمد يقول مكسيكي حبيبي السمي والله شوف حلف والله يا المكسيكي انك مخبي شيء عن الجمهور وش هو والله اني ماني مخبي ابدا حلو يعني ابدا ابدا ماني مخبي وشيء واضح جدا حلو ايه بس حالات الشيء في وقته صح مو قبله ولا بعده حالات الشيء في وقته ان شاء الله الناس كلها تعرف باذن الله ممتاز ممتاز جدا جوابك مره اقنعني سلم علي حبيبي. انت تفقر مع رايد مشوح والله بس بنروح فقره ثانيه وين امشي هنا حلمك وين امشي معي يلا حياك الله محمد المكسيكي تفضل يلا حيهم الله يحييك هلا والله تفضل مرحبا خلاص سلم عليهم طيب. سلم عليهم خذ راحتك خليه يسلم الله يا مرحبا الحمد لله مرحبا هلا والله يا مرحبا بارك يا هلا ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله ما بيضربوني رايد لا حبايب حبايب تريح يا مرحبا انا مرحبا محمد المكسيكي طبعا يا جماعه الخير حملوا تطبيق اشحنها وبحط فوق كل واحد كود ارفعوا اصابعكم فوق عيال في كود ايوه كودين حط كودين 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 اشحن ما تشحن بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين هالحبايب الضيوف هالجمهور يا بعد قلبي يروح كرسي خلي الاجتماع لا 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 ما تبد كانك هذا حلو يبي يسالونك كذا سؤال حبي ابد تفضل يا مكسيكي هل بندرت هو سبب شهرتك الاولى ايوه يعني انا لولا الله ثم بندر ما انعرفت الانعراف هذا صراحه اكون صريح معك لكن الحمد لله انه بعد ما طلعت مع بندر اول جزئيه يعني اول فتره انا انشهرت فيها وقتها خلاص الناس بدوا ما يربطوني مع بندر انا انشهرت لحالي بشخصيتي بالمقاطع اللي انا انزلها بالشيء اللي اسويها وسبحان الله يعني من يومها الى اليوم وربي موفقني الحمد لله ان شاء الله من افضل الافضل امين يا رب طيب يا مكسيكي باذنين اختار حاجه ورقه مقص يلا حاجه ورقه مقص حاجه ورقه مقص تفضل كم قيمة اعلانك الواحد؟ الواحد؟ وين؟ في السناب في السناب؟ ايه والله ما لي دخل، انا ما ودي لازم اجاوب يعني. لازم اجاوب؟ لازم شوف انا سيارتي براحتك انت براحتك لا انا بكون صريح معك سيارتي مازدا الى الان تمام يعني ولا شيء معناته هذا شيء واضح انه قيمة الاعلان ما هو شيء اللي اوف ولا مو زي رايد مع بي ام وتقول بي ام انا طبراح ايه نف علي اعطوه سؤال اكثر طيب يعني 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 ما بين 10 إلى 15 حلو ممتاز 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 جدا الله يبارك اللهم امين يا رب
ثلاثة كواد الآن، واحد اثنين ثلاثة، تستاهلون روح. السؤال الثاني مني إن شاء الله. لا لا ما عليك. أنا عندي سؤال، الأغلب تابع الغرفة السوداء. إيه. شفناك تلف وتدور على سالفة الزواج. هل الله تفكر في الزواج؟ مين ما يفكر في الزواج؟ كلكم في أحد ما يفكر في الزواج هنا؟ كلكم تبغون تتزوجون. بس أنا جوابي للناس. الفترة الحالية أنا أقول لكم جوابي للناس. حالات الشيء في وقت قبله بعده يخرب ترى، لكن في اشياء يعني واضحه يعني قريب يعني في اشياء واضحه يعني فيني موجود في اشياء واضحه يعني، لكن حالات الشيء في وقت قريب ولا بعيد؟ رينج يعني خلينا نقول قريب ان شاء الله. الله يوفقك ويتمم لك على خير بعد قلبي باذن الله. هو الحاضرين ان شاء الله حياكم جميعا، وانتم يا اخوان مدعوين كلكم. ابد تم تم قولوا تم قولوا تم تم. طيب المكسيكي، معليش لقب المكسيكي، بداية شهرتك ايه؟ كنت تواجه احراج؟ ايه انا اقول لك هو بدا ايه لا صدق حلو السؤال. انا بديت يعرفوني الناس بهذا الاسم طقطقه، اخوي جاي بندر وبراي تطقطقون علي بالاسم هذا ما ادري ايش، ومسك معي مسكه بنت حرام. انا اكون صريح اليوم احاول ما اخلي الجمهور ينادوني باسم المكسيكي، لانه انا اطلع في اماكن ثانيه ولا شيء ولا هذا، ما ابغى انعرف بالمكسيكي. أنا عندي اسمي هويتي محمد الشهري، والناس تعرفني بالشيء هذا، وبرضه يعرفوني بالمكسيكي، فكلها ثنتين حلوة، لكن برضو أفضل يعني اسم هويتي محمد الشهري. حلو ممتاز. من بعد ما سأل بقى ثنتين أنا ما سأل. كيف بيسألوه ترى مو إجباري ترى عادي. إيه. في عنده سؤال؟ طيب محمد مين أغشم واحد بفعلكم؟ أغشم واحد؟ نعم. أغشم. هذا. وش؟ لا 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 لا. وش هذا؟ إذا مو بنت فواز. إن فواز ما يشوف. فواز ما يشوف. وللي يلحق عرض. صح أنا لا أعرف. يعني شوي مو مرة زعلنا. طيب في يعني عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ لا خلاص نكتفي. الله يعطيك الله العافية. الله يسلمك. خلصنا تخيل والله بسيطين هذا الجمهور يا أخي. وهذا كود. إيه صح يسلمك. يلا يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لمحمد المكسيكي. يا أخي توني قايل محمد الشهري وراك. محمد الشهري يا أخي ما أعرف. ضيفنا الرابع العدلي، حياك الله عادل. حبيبي يا مرحبا. حبيبي مالك تسحب الكرسي مقلب على لا 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 تفضل. بسم الله. بيكس بيكس بيكس. لا مالك يا مرحبا عادل، شلونك حبيبي؟ زي الفل. نورتنا والله. الله يخليك. اول شيء عندنا تطبيق يشحنها يبون اكواد الناس. ايوه هذا الاول. يا سلام. وهذا الثاني. يا سلام يستاهلون. طيب عادل الحلقه هذه الكرسي الذهبي اللي هو بروباغندا الكرسي الاعتراف، الاسئله كلها من الجمهور، انا مالي دخل. حلو. فأبعطيك سؤال واحد. حلو. عادل، واحد من الجمهور يقول مين صانع المحتوى اللي اخذت عنه نظرة سيئة في البداية ولما قابلته تغيرت النظرة صرت تحبه مرة. الجمهور والله ما يدخل. الصراحة في واحد. ها من هو؟ أبو جاء. أبو جاء؟ إيه. أبو جاء؟ إيه. أول ما دخلت فالكونز يعني توي داخل لسه عبشت مع عثمان مع مساعة ما أدري كيف عندي، دخلت طالع فيني كذا. أبو جاء راح مش خلاني. ثم رد بقلب بس تدري ثم رجع طالع فيني قال اوه اهلا اهلا وسلم علي. قلت ايه هذا اكس والله ابو جان طلع اسطوره والله. طلع اسطوره اطيب قلب. يا سلام يا عادل. طيب واذا قلت لك انه خلص الفقره معي نروح. خلصت سلم علي يا ملافي. والله العظيم يلا قوم مشينا الفقره الثانيه. قول والله. والله العظيم هذا مقطع ينزل يوتيوب. ايوه بس في فقره ثانيه حبيبي تحسبني خلصت. حياك الله عادل في الفقره الثانيه من كرسي الاعتراف. اهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل تفضل هنا. هذا كرسيك هنا. كذاب. اي والله. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. سريع ليش كذا وجيكم شباب؟ لا 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 سريع عادتك. بسم الله بسم الله. يا سلام حياك الله يا عادل. هذه فقره ثانيه ما ابي اقرا لك اسئله الجمهور، اجيب لك الجمهور هنا وفيس تو فيس عينك بعينه وتجاوب. وان شاء الله هم حبايب ما يقصرون. اسئله اشوف وجههم. مين راح يسالني طيب؟ كلهم ان شاء الله. كلنا كلكم؟ يمكن يعني اثنين ثلاثه يمكن كلهم ما ندري. على حسب اللي بيسالك. طبعا عاد يقول ما ابغى اجاوب. ان شاء الله انك بتجاوب، ما راح يعطونك سؤال ما يخلونك تجاوب. يلا حبيين. انا بدي اسالك تبي تجاوب؟ جاوبت 150. ممتاز. ها متاكد؟ مشكوك ترى. جاوبت في حلقه ابو عبير. والله؟ ايه حقت الهذا. خلاص. طب هل في امكانيه انك تسوي تكميم مستقبلا؟ لا ان شاء الله باذن الله. سلم علي اني ما اكمم. انا معك باذن الله ما تكمم. يا انحف نحف طبيعي ولا لا اكمم؟ اكمم صح. الله يصفق. والله صح عليك والله. والله صدق اي واحد مكمم ترى اي واحد جسمه نحيف راسه كبير. بندر كله بندر. لا يا اخي شوف اللي سوى تكميم سوى سوى، لكن اللي ما سوى احس انه تنحف طبيعي. ايه. اقرب نفسك شوي.
نعم حلو. ما طيب. في سؤال يا جماعه شيء؟ طيب هل بتكمل دراستك؟ كمل دراستي والله ما ادري الصراحه بس ان شاء الله يعني يمكن 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 والله يمكن تفكر انك تروح بسم الله تروح جامعه؟ لا 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 ها جوش اون لاين عن بعد ما ابغى اروح يعني. طيب وش جاد وين بتوديها؟ اصدق انا صراحه ما ودي اكمل يعني دراستي. والله طيب هل يعني ضغطي عليك اهلك انه لازم تدرس ولا يعني مش اخر مكالمه مع ابوي ادرس؟ لا اي والله لا بس طلع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قريب يعني. اي حلو ترى الشهاده مفيده يعني اون لاين بعد ما تداوم ولا شيء. حلو مره اقنعتني انا. طيب اخر سالت انت؟ لا ما سالت انا. اخر اقرب صانع محتوى لقلبك غير رايد او بدون فاتحه؟ والله العظيم انه كلهم كل اللي اقول له هذا اقول ذا بالضبط يعني ما ادس شيء على احد يعني يب. بس كلهم اخواني وحبايبي. لا لا ما نبي كذا يا اخي. اسمعني انت يا حادر يا عاد. والله 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 العظيم اقسم بالله هي المشكله ولا السالفه ولا السر اللي اقول لفلان اروح اقول لفلان ثاني يعني عادي يعني كلهم قريبين والله والله حلف والله كلهم يعني سواسيه. ممتاز يا بعد قلبي عاد. خلصت؟ لا لا بس خلنا نشوف عاد. وش السبب اللي خلاك تندم على سفر تايلاند؟ حبيبي هذا بوتوز ما جاوبته. لا لا بوتوز جاوبته. لا والله ما عليش ما اقدر اجاوب ابدا مستحيل صعب اجاوب. لمح لمح. طيب والله ما اقدر والله والله ما اقدر. انا عارف هذا بس انه شيء عادي ترى هو مو بشيء ما ينقال بس هو ما يبي يقول عشان ما يبي يفتح باب يعني. هل اليوم جاوب عن السؤال؟ لا طبعا لا مستحيل لانه احس انه شيء خاص مره. اي مره خاص يعني. طيب في احد عنده سؤال؟ طيب عادل في صوره انتشرت لك كنت مسوي حبتين اوراق سيارتين شو وضعها؟ هذا مو بناء والله مو بناء اقسم جاني من شن انفجر جوالي والله يا عيال. عثمان حطنا حطنا الصوره هنا. هي واحد دب نفس كذا الدب والثوب لين هنا ورافع حبتين. اصبر شو مسوي؟ يلا هنا كودين هنا كودين يستاهلون. طيب هي والله مو انا. هذه متى طيب؟ صوره قديمه الواحد ما اعرف يا ويلي انا ما شفته. طيب ليه مره ثانيه؟ منتشره بالمجتمع بشكل يخوف. هذا والله عنه مو انا ولا هذا ولا اسوي الحركات دي اخوان مسالم انا. نعم طيب في احد عنده سؤال نكتفي؟ كم كلفتك الغرفه؟ تعديلات الغرفه. اي غرفه؟ اي غرفه يا اخي ما قد خلصنا. اي بس يعني يمكن عنده سؤال عاد ما يضر خلصنا بعد هذا. كلفتني تعديلات الغرفه. طبعا الغرفه ما انتم تشوفونها في نص ثاني الغرفه. غرفه النوم العصبيه. ايه. الغرفه السوداء. غرفة حقتك ذي السلسلة. يلا غرفة النوم كم؟ هو بعلمكم غرفة مقسومة نصين، نص فيها السرير وانام فيها ونص فيها السيت اب، وفي غرفة ورا فيها ملابس. يعني دولاب ملابس. ايوه حلو. يعني تكلف يعني شوي. كم يعني؟ 20,000 ريال. ما شاء الله. ما شاء الله اللهم زد وبارك. كم كلفت شلاتك؟ اسع لو جلست انا هنا لك الحقية بس انا ما جلست ما في. طيب عندي تحدي، اتحداني اغطي جسم عادل كله اكواد. واحد اثنين ثلاثة هوبا. يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية وشكرا والله نورتونا. تعبناكم معنا والله. الله يعطيكم العافية. شكرا جزيلا الله يسعدكم. شكرا. الله يعطيكم العافية يا اخوان شكرا. ان شاء الله ما ثقلنا بس. لا ابد حبايب. ضيفنا الخامس في كرسي الاعتراف لليشن. حياك الله للي. هو كرسي اعتراف ولا كرسي ذهبي رايد؟ ليش ريحته بويه؟ هذا كرسي هذا يدوي مسوي بيديني والله. يعني ذهبي ذهبي عشان اسم بس؟ ايه رايد دور ثمنيلات بس. حياك الله. بتطيحني صح؟ اطيحك؟ ليش كذا؟ كرسي اعتراف ما عليك وكذا. في بذرات فتح تحت. اي عشان اجلس هذا ولا؟ يا سلام يا للي، كيف حالك للي؟ نحمد الله. اول شيء انت كريم. يا حبيبي. انت كريم والله حبيبه. والجمهور يستاهل الله يبشرون الان بيدك هاي تقدر تعطيهم اكواد اما ايه طيب شو الكود هذا معكوس انت خبرتك عكس الكود عثمان عكس الكود لا عكس وجهه البرنامج هذا او كرسي الاعتراف مو مني انا يعني الاسئله مو مني من الجمهور حلو ففي واحد من الجمهور سال ايه يقول للي وش سالفه حلم بندر اللي كنت موجود فيه انت ابو عمر وشو انا ما ادري انه ترى ايه بنعلمهم جلست على الجوال قام يسولف من كرسيك من البوي انكتب السالفه دي صدق هم قايلينها في ذا ولا انت سالها والله العظيم صحيح متقد قلنا ما ادري يعني البندر ذيك الفتره كان يمر بفتره يعني متقروش فيها لمده يومين كان بندر يقوم من النوم ويتكلم عن السالفه وكان متضايق يعني اقول بندر 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 ايه ما يعطيني وجه
أيوة. ثم جاء طلع من غرفه تخيل يمشي وزعلان ويهاوش الهواء، ثم جلس على الكنب، ثم راح ينام كذا على الكنب. ايوه انا خفت، قلت دقيقه بعمر جنبي كله من خرشين، ايش السالفه؟ احركه ما يرد علي، ويروح لين غرفته ما ادري كان في نفس المكان. حلو. وحركه فجاه وكان فاتح عيونه، ثم لما راح على الكنب نام كذا. تعرف الواحد لما يصحى من النوم عيونه ما تنفتح كذا، لا كذا مثلا، اللي فجاه عينه مو طبيعيه، اللي فعلا صحى. انت ايش قاعد تسوي؟ فجاه طلع صوته الطبيعي، يعني كان يتكلم ما نايم، يجي يناظر مستغرب شلون جاي هنا منبلف هو، وجا امسك نار يعني قاعد يمشي يمسك نار، رجعنا له غرفته. اليوم اللي بعده طيب ابو عمر مو فيه، انا الحالي موجود، انا الحالي موجود، قاعد اقول لو ذا يطعني ولا يفلقني انا شو اسوي؟ غرفته عارفين غرفته، قام لين عندي، قام لين عندي ويتكلم في نفس الموضوع اللي كان مضايقه. انا خفت، قلت اول شيء انا خاف انه يتعدى، لو يعني تعدى حتى هو يتكلم بهذا نايم 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 نايم، مو قاعد فاتح عيونه هو بس مو قاعد يستوعب، اشر له ما يشوفني، اروح عند وجهه كذا ما يسوي شيء. ثم رجع غرفته واللمبه طافيه وتك نام كمل. قلت دقيقة وشغل اللمبة ويقوم منخرش. ايش فيك بندر؟ اقول يقول انا نايم. قلت والله انا كنت بنام، جيت عند الصالة ورجعت. يعني قال يعني اللي يكذب اقوى مراحل الحلف هذه. طلع فعلا هو يتحرك وهو نايم، فكان في موضوع يضايق الفترة ذيك. واو يعني يقدر يقوم يسوق السيارة وكذا هو نايم؟ شوف يسوق السيارة ما ادري صراحة، اللي قدامي كان طالع يجي يمشي، انا صدقت من هنا، صدقت انا عندي اخوي الصغير نفس النظام. يمشي. يعني أنا عندي صدقت تأكدت إن الواحد هو نايم يقدر يمشي ونايم، يعني في حركات ما يدري عنها. فاتح عيونه بس إنه نايم. يب معلوم ما تهمك، ترى في يعني ما قد شفت يعني حالات عند الأجانب، يعني شفت حالة عند الأجانب عادي يروح يصلح لكن. إيش؟ صب الحليب، حط له خبزة، ما أدري وش فيه النوم عادي والله. هذا جديد. هذا العقل لا باب. حلو يا للي، أنا انتهيت منك الله يعطيك العافية. بس. والله ما قصر. قعدتنا على البوية. أيوة بس لا في فقرة ثانية. وش الفقرة الثانية؟ هلا أنا مش معي وأعلمك وش هي. حياك الله يا للي. حبيبي حياك. تفضل. يا مرحبا تفضل. سب لنا حسب عبود قاعد يسولفون هنا. حياك الله. السلام عليكم. الان جبتك الجمهور. اهلا وسهلا. اللي بيسالونك مو انا. تفضل. هذا كرسيك هنا. تفضلون عليهم. اي ابد ابد ابد. شكرا كذا. اي لا ما عليه ما عليه. هلا وسهلا حياك الله. حياك الله. حسن شكراكم. انت لست شيخ. طيبين. لا 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 برنامج صامغه يا اخي ارحم يا اخي. برنامج محترم. برنامج محترم يدوي بادي فيه من الصبت. والله لا تخاف لا تخاف نخفف شوي. طيب ايه بدينا الان. انا ما لي دخل بالموضوع، انا بس بشوف وبسمع. تفضلوا يا جماعه اللي عنده سؤال للليش. ها مجهز السؤال. مجهز السؤال. وش اخر شيء اشتريته؟ اخر شيء اشتريته طب اخر شيء اشتريته اقدر اقول لك مثلا تو شاورما. اقدر اقول لك اخر شيء اشتريته شيء يعني لا اكيد انه قصده شيء يعني شيء كذا. طيب عشان ما بتبع السؤال صراحه يعني صادق. اخر شيء اشتريته ذا بي سي. بيسي جديد؟ ما شاء الله أخوي. يستاهل ورب الكعبة ما شاء الله ما شاء الله. يستاهل. حلو. طيب أبو سعد قد صارت لك مشكلة مع يوتيوبر قبل؟ مع يوتيوبر قبل؟ هي مشاكل من وراي هذه جديدة علي عاد والله لو إنه صدق. اسمع هي مو أشوف أنا مشكلة مع يوتيوبر لا، بس صارت لي مشكلة مع ستريمر. يا أخي وقتها في تويتش كان في حركة تسويها الضريبة اللي يأخذونها منك تنشال تصير تجيك فلوس كاملة. صح. فجاء ارسل لي في الخاص قال انا ساعدك وانا اضبطك وامرني بس عشان اضبطك الموقع يحتاج $100. قلت سامي شيخ عيوني لك 120. ثم قال لا قلت هذه 50 لعيونك شيخ رح عيش يا وحش. ثم صور لي الحركه وكل شيء وكان يجيني بعد كل فتره يعني بالطريقه هذه. يعني الموضوع مو بهنا، الموضوع اني انا لما فكرت شوي بديت ادور اكتشفت ان الطريقه تسويها وشلون تدخل الموقع تحط بياناتك وتجيك $1 واحد تدفع. فانا هنا وشو انا يعني عادي اما انا اصلا يعني دفعت فوق اللي كان يبغى مني لاني انا كنت ابغى الحركه ذي. بس انا اللي اكل معي صراحه موضوع الاستغلال. يا اخي عادي قل هات هات بقول خذ، لكن تبي تقول لي بسوي لك كذا بعدك تستغلي لي تلعب علي تسبك بي الحين انا اطنقر هنا انا اصير على ما قالوا. فتقريبا هو واحد شخص. طب من هو؟ خشي والله ما والله ما ممتاز. عندي سؤال للي بس قبل لا نسال احسن سلام يتفرج الله يتفرج يا اخي. حلو. هل ناوي او تفكر تفتح مشروع؟ مشروع؟ وش تفكر فيه؟ حلو. شوف هو تبيها شغل تشخيص؟ روح. بسم الله الرحمن الرحيم انا يعني توني في نقطه مو الصفر اللي كذا بفتح باب الصفر لا يا لا اسمع
تو تجي الصفر توني في نقطة باب الصفر إن شاء الله. إن شاء الله في مشروع إلكتروني يعني إن شاء الله. ما شاء الله. كوشو كبرنامج يعني كبرنامج. إن شاء الله بس أنا كشريك فقط يعني مو حقي. الله يوفقك. ها؟ النسبة كم؟ سؤالين. لا سمع لي عادي يقدر تجاوب عادي. ممنوع لا تقدر تجاوب. موقع عندي إيه موقع عندي إيه والله موقع جني ما يقدر يلا في سؤال شيء عندي سؤال اكتبست شخصيات كثيرة وش أفضل شخصية مثلتها وش هي تحبها الله حلو والله حسيت الموضوع القافة طبعا لا لا موضوع حلو أيوة حلو حلو شوف يعني أفضل مثلا أفضل كاركتر مثلا أيوة. طلعت فيه في بث أيوة. فيديو أو بث فيديو بقول لك أكيد اللي هو إعلان الإعلان الرعاية اللي سويناه قبل سنتين ظاهر مع موفي لما عامر فجأة لبسنا القطار وعطاني البسة لا تدورني وقت ترى يعني مو بوف بوف للي 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 بس بعد ما سويت الشيء هذا اللي حولي ولما يجي الموسم لما اروح معارض مثلا زي كذا القيت فضل القيت فضل فكان شيء حماس يعني كفيديو يعني طب بث بث؟ ايه والله شوف الكوبوي كان سكبه الكوبوي كان عاجبني عاجبني الكوبوي صح هلا في سؤال؟ انا عندي سؤال هو سؤال يعتبر يعني ثقيل عليك شوي لكن اتمنى تبرير للمشاهد عادي عادي والله اغلب المقاطع اللي تصورها لحالك او مع العيال طفران ما عندي فلوس ما عندي فلوس ما عندي فلوس ما كنا عارفين معك لا انت ما غيرت انت متناوي متناوي انت ما يدري وين تودي فلوس يعني كذاب لو اقول لك طفران كم لي اشتغل كذا وطفران كذاب معي بس الفلوس اللي تجيني ما تبقى بيدي يعني ما اخليها معي تروح ان شاء الله انها تروح في المكان الكويس عرفت قول استثمار سفر لا تروح 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 في مكانها ان شاء الله عرفت شوف يعني انت لو انك موظف بعطيك بسألك نفس السؤال طيب. لو انت موظف وبيتكم وذا مثلا ويجيك راتب 50,000 مثلا بالشهر لا بشكل عام يعني انت بس بتدخر بتفكر بنفسك ايه راتب يكون في شيء هنا شيء هنا فهمني انا اكثر من شيء اصبر ان شاء الله انها طيب اخر سؤال عندي للي اخر مقطع في اليوتيوب نزلته قبل 13 يوم حلو يا اخي ليش انت ملتزم في المقاطع البثوث طيب اكوي اي أيوة رب العكس هذا السؤال اللي حتى انا ودي اجاوب بس ما اقدر اروح للناس اقول والله لا 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 الفتره اللي راحت بالذات شوف انا من زمان وانا كذا نظام حتى ادخل بايو القناه انزل مقاطع بشكل غير منتظم حتى وانا مع فالكون هذا كاتبه من اول ما افتح القناه السبب الرئيسي يعني في كل مره في كل مره احاول اني مثلا ببدا بدايه جديده خلاص راح انتظم راح انتظم راح انتظم ثم انتهج لكن فعلا انا شديت حيلي وقاعد احاول انتظم وصارت لي مشكله تقريبا قد قلتها في تويتر ان المقاطع في كم مقطع وفي الايديتور لعب فيني لعب وحاسني حوس ورجعني للبدايه لان ترى موضوع انك تدور ايديتور مو بسهل صح الايديتور تحتاج منه اشياء كثيره تثق فيها اول شيء صح ما تدري في الكاميرا هذه احنا نخلص المحتوى الحين الكاميرا شغاله المايك شغال مش قاعد اقول مش قاعد اتكلم الشيء الثاني يكون منتظم يكون يعني يشتغل معك وحاب الشغل مو بواحد يلا بس خذ لا انا بصور مقطع مع الفريق ابغى مقطع اديت ومونتاج وابغى شغل كويس ففي الفتره هذه توني لاقي اديتور تمام بالنسبه للمقاطع في ترتيب فلان يصور اليوم هذا يصور بعده هذا يصور بعده هذا يصور بعده يعني مستحيل اصور اربع مقاطع ورا بعض طب اقرب مقطع متى عندي ثلاث مقاطع اقرب شيء اقرب مقطع بكره ثلاث مقاطع جاهزه ثلاث مقاطع دبه جاهزه اول مقطع بكره ان شاء الله سلسلتنا الحقيبة يا سلام نزلت التيزر اليوم تتعزم الوشية تبع بير والله ما يمشي طيب في شيء يا جماعة سؤال شيء في مع أبو عمر في أحد المقاطع طرحت فكرة إيه هل ناوي تسويها ولا قول لي وش الفكرة ما أدري اللي قصدك اللي يجيب اثنين ويتصالحون الله حلو والله اسم البرنامج افتح قلبك حد النفوس قبل ما تبوز صادق تدري شنو الحلو في الموضوع ان ابو عمر والطرف الثاني يعني كلهم يقول حياك عادي عرفت اللي متى يا سلام اخي مشكله ما ودك تجاوب فيها بكاميرا لكن اذا ما تبيها انا بيها بسوي لا انا بيها يلا سو سو بس احراج يا اخي انا مصطفى الاغا بجيب اثنين ووقف معهم انا يعني لو بسوي بجيبهم بجبحهم في غرفه يطقون 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 يطلعون طيبين صوره في تويتر سلسله الزمن يا اخي عيب يا انت قلت لك كذا لا هو قال لك كذا هم صدق اذا فيهم بينهم شيء ولا لا بكيفهم يتفقون بس الفكره حلوه صح الفكره حلوه يعني ناخذ نتيجه تستاهل اربع كواد بط 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 طيب في سؤال شيء سمعتي بويا بس طيب اسمع قبل البويا انا عندي سؤال لا مو على كيفك انا صاحب برنامج محترم انا للليشن تفضل
قد لبست شخصيات كثير بالبثوث. ليش حارم حقين اليوتيوب منها؟ ليش ما تطلع بالشخصيات هذه الناجحة اللي تسعد الناس وتضحكنا وكل شيء؟ ليه ما تسويها باليوتيوب؟ ليش بالبثوث ما تستحي؟ باليوتيوب تستحي، تظل فرامل، تغير شوي من شخصيتك. ترى صادق صادق. يب تغير شخصيتك ترى شوي مرة بعد. تتكلم البثوث ترى لو بتكلم كذا كأنه بالحياة. اليوتيوب مكان عام، كنك طالع في الشارع، كنك داخل فجأة المالية، كنك داخل قدام الناس، تحسهم نوع ثاني وصغار نسبة كبيرة منهم صغار. لكن البثوث ما مو بواحد عمره 4 سنين بروح يفتح بثك يتفرج عليك، عرفت؟ فاللي بيتفرجون على البث أغلبهم كبار. والشيء الثاني تحس إنك قاعد في ملح، كنك قاعد معكم يعني. أنا عادي ما أخذ راحتي أسوي طبيعي، لكن تعالي في الموسم، في الموسم بموت فينكت، عرفت؟ زحمة ناس وكثير ناس. فالبثوث أخذ راحتي ليش؟ محفوف وننبسطون في اللاوية هي. وكيف أجيبها باليوتيوب؟ ما أقدر، لان البث لحظي. اي شيء يسوي قدامك بوقتها بتشوفني، لكن اليوتيوب بروح اسوي كاركتر انا المكابوي خذ. والله العظيم والله لو في فكره. انا ما اقول لك البس يلا سولف معهم سلام عليكم انا مكري، لا لا مو كذا، انا قصدي تسوي سيناريو والله العظيم يطلع حلو. ما صراحه ما فكرت فيه ابدا، لكن لو حسيت ان في شيء ان شاء الله مع اللي دف لي فكره 100%. وخلصنا يا مال العافيه، ما قصرت يا ملقيف. يعطيك العافيه. ضيفنا السادس والاخير ابو عمر، حياك الله يا ابو عمر في الكرسي الذهبي اللي هو كرسي الاعتراف. فزنا بسبعة مليون. الجود والمجهود، الجود والمجهود، ما جت السبعة مليون باقي. حياك الله يا ابو عمر، شلونك؟ طيب البرنامج هذا يعتمد على اسئله الجمهور، انا ما لي دخل ابدا، والله والله ما لي دخل. انت اللي مختاره؟ لا انا والله، هو انا والله الاعداد اللي اختاره، والله العظيم من الاعداد، انا رجال اقرا بس. بسم الله، السؤال اللي من الجمهور. ابو عمر، هل عصبيتك بسبب قولون عصبي ولا بس كذا؟ بسبب العيال، طبيعي يعني، فطره سليمه. صدق والله فطره سليمه. جيت الساعه 7:30 الحين الساعه 9، فطره سليمه. يعني المطرة سليمة، ممتاز، أقنعتني. أنت البقرة يا أبو عمر، تدري؟ سلم علي. أمشي؟ نروح البقرة الثانية. حياك الله، قم قم معي يلا. بسم الله. إيش الغرفة السوداء حقت عادل؟ لا لا مو غرفة السوداء. حياك الله، تفضل. يا مرحبا يا أبو عمر. إيش هذا؟ السلام عليكم. سلام. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، نورتني يا أبو عمر. الكرسي الذهبي هنا، تفضل. يا مرحبا. يا مرحبا. حياك الله. والله تو ما نور المقر. نور. حتى نفس الكرسي هنا قدامه. اجلس اجلس، هذا برنامج محترم، برنامج محترم، تفضل. كيف الحال؟ الان يا ابو عمر انا مالي دخل ولا اقرا لك اسئله الجمهور، انا لعلي جبت لك الجمهور. هم اللي بيسالوا. انت في المجتمع؟ الله ينقلب، الله يسعدك. طيب بسم الله نبدا. تقريبا انه لازم يعني تخيل جايه كذا المقر ويسالك سؤال واحد بس، اخر شيء ما تجاوبه وين؟ والله ما له داعي. يلا نبدا، تفضلوا. طيب ابو عمر عندي سؤال. قبل السؤال في كود هنا. يا سلام، حلو. ابو عمر كم كلفتك الهويه الجديده؟ ايوه انا قلت لك ايش؟ انا قبل شوي قلت لك ايش؟ وش قلت؟ وش السؤال بس؟ سمعت الهويه الجديده. والله شوف، استثمار في النفس، استثمار يعني احنا يعني صنع محتوى، لازم استثمر في نفسي عشان اطلع بشكل ممتاز، جوده احلى بعد. اعطيهم كلام حلو عشان اصدمهم بالسعر الحين بعد شوي. انا ما ادري بالسعر والله. بس شوف، الهويه الجديده تشمل اشياء كثير، تشمل لوجو، تشمل انترو، اشياء بصريه، تشمل ميرش، ما اشياء، كل هذا كله. وشو السؤال اللي بعده؟ بس بس ما سمعنا السؤال اللي بعده. جواب لا، لازم تعيد. وش ايش قال؟ ما اسمعه. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك يا رب انه يرجعك اضعافه باذن الله. هذا شيء يعني امين ان شاء الله، امين ان شاء الله. انا سمعت ان سمعت ان اكثر مليون. لا لا وين مليون؟ هذه بروباغندا الشقه، هذه ما اي بروباغندا دي، دائما دائما غلطوها، دائما كاذبه. طيب سؤال ثاني. وش اكثر مقطع استمتعت بتصويره؟ الله على الاسئله. الله 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 الله، يلا عيد السؤال ثاني. وش اكثر مقطع استمتعت فيه مع الشباب؟ الغالي والرخيص لما رحنا ثادق، لما تفرجنا مباراة الدوري الدرجة الثالثة. الدرجة ايه شفتها. يب وان شاء الله انه باذن الله يوصل الدرجة الاولى. هذا اكثر مقطع استمتعت فيه صراحة. صور حلو. طيب عندي سؤال. تقراشي انت قراشي. لا والله والله برنامج محترم ابو عمر، تفضل. كم كلفك ومتى ناوي تفتح الفرع؟ نبي فرع زياده. لا 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 15 سؤال، 15 سؤال. حسن سرد الدراوي. لا ما يصير 25 سؤال. لا لا نبي واحد. اجل الاصعب، كم كلفك؟ يلا
كم كلفني؟ ايه تقرا جدة؟ لا كل فروعك كم كلفك بشكل عام؟ هذه صعبة يعني صعبة؟ لا 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 لأنه ما يكلف حق الموسم يكون من ضمن الموسم يعني حق جدة ما خلص لسه ما اقدر اجاوب. اوه في فرق يفتح بجدة ما صح؟ ما شاء الله ايه نعم هذه لازم تعلمهم وين بجدة وترى في بعد شيء بيوصلكم الى بيتكم تقراشي اي نعم صح 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 قريب بتطبيقات التوصيل باذن الله كلها جدة حي الزهرة حلمي كتبي ان شاء الله نقول شهر 20 يوم ما شاء الله افتتاح باذن الله باذن الله بتروح الجدة هناك يا مرحبا ايه بنروح الجدة باذن الله اول واحد انا اجي باذن الله انت لا صليح ايش فيك على صليح حرام عليك هذا هو اللي خلص لك العلاج بتجي انت اليوم ما شاء الله تبارك الله الساعة 6:30 عشان كذا صراحة طيب في سؤال ثاني؟ عندي أنا سؤال أسلم حلو أنا ما جاوبت الحمد لله طيب أيوه هو ما جاوب والله لازم جاوب ما جاوب بس أنا عندي فكرة أعطيكم تسريب مقابل ما أجاوب كم تكلفني حق جدا طيب يلا عطنا الفروع يلا في فرع في الرياض جاي يا سلام خلاص نبي فرع عند بيتي فرع شمال فين بيتك؟ الشمال أنا الشمال محلك وين؟ الشمال هو بيكون صح؟ نبي الشمال لا اللي بالرياض وسط الرياض حلو يعني عشان كل الناس تجاهد ان شاء الله لا تقراشي يستاهل العنوه تعنا له باذن الله طيب انا عندي سؤال و ايش اول كلمه من السؤال؟ اول حرف لا مالك اول كلمه بقول لك كم؟ لا 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 ما في كم الحمد لله بتمنى انها كم؟ طبعا يا اخوان قبل ما نسال ابو سؤال في الحلقه وين ما انت مشترك؟ مشترك لا والله ما قلت القسم بالله طيب ارحمني ما ادري تحطني كل اسئله تنزل ما جاوبتها ادري ما ادري دخل ايش عملية وشو؟ ايش العمليه اللي سويتها؟ ايش العمليه اللي سويتها؟ بس اسمع عاديه انا اشوف انا اشوف عاديه بس انا ذكرت في هوت ونز انه لو واحد جاء سالني بجاوبه بس ما ابغى اقول للعامه عشان لا يجي اللي من ورا الشاشه يقعد يقول اشياء اجل خلاص فانا بجاوب اللي 1 2 3 4 5 6 بجاوبهم وهنا طوط يغطي فمه حلو عثمان طوط يغطي فمه اي واحد يبغى يجي يغطي فمه بكود حلو حط كود عندي سؤال ابو عمر هل صليح وحماده من ضمن اعضاء الشقه ولا لا؟ لا طبعا ليش؟ لا طبعا ليش ما يكونون من ضمن اعضاء الشقه؟ انا اتمنى حتى مو من ضمن اعضاء المقر حتى ترى يطقطق ابو عمر بس من قلبه يقول اي والله حماده بس حماده بس يعني صليح لا اي حماده طيب في سؤال؟ عندي سؤال اسلم نرجع للزمن الجميل بخصوص اي والله ليش ما احترفت من قبل؟ احترفت انا فيفا تاهلت الاولى تاهلت الثانيه بعدها جاني باد بسبب الكوينز والحين بلاك ليست لدرجه انه في 2018 2019 جاني عرض اعلق على البطوله اللي كان حيلعب فيها مساعد ووافقت وكل شيء واول ما ارسلت الجواز قالوا لي انت في الليست عندنا بلاك ليست يعني هذا سبب الدروب اللي صار مستواك في فيفا بلاك ليست ولا تقدر تقول انقطاع يعني طولنا ما لعبنا فتغيرت فيفا الحين ما صارت خفيفه زي اول فيفا لكن العوده الان بس الحين نزلت قناه الجيمنج الجديده نرجع المستوى نحاول في 30 يا امي ولا ما في؟ في 15 الحين صار خلص طيب في عنده سؤال شيء؟ معليش يا ابو عمر سؤال خذ راحتك يا رجال بس سؤال خفيف كذا متى جاك حب وشغف في الطبخ؟ كم عمرك كان كورونا؟ 20 تقريبا ما شاء الله احب الاكل طبعا من 1997 من يوم الولد هذا احب الاكل الطبخ 2020 يغصبك يعني بعثه وكورونا لازم توقعت من يوم وانت صغير صراحه من يوم صغير احب اكل بس ما كنت طيب خلصنا كذا في احد عنده سؤال؟ مسحت لكم احسسه بعد صغير ايطاليا ايش؟ متى حيحقق هذا يغلط ويسال هذا غلط انا اشوف ايش تقول؟ متى يحقق؟ صغير ايطاليا الانتر متى يحقق ايش؟ الابطال صغير ايطاليا هو اخر واحد حقق ابطال من الطليان اصلا صغير انت ايش اول شيء عشان اعرف ميلان ما يقارن ميلان ميلاني؟ ايه هذا لازم يقول صغير ايطاليا ويقول ابطال ويطلع يوفنتيني ما يصير بس احنا اقرب فريق يعني على الواقع في سؤال شيء ولا نخلص؟ لا ثقلنا خلاص لا لا والله خذوا راحتكم حس ارتحت لكم حس اني ببث نبي نعطي كم ابو عمر في امريكا قد انسرقت؟ انسرقت؟ ايه لا الحمد لله لا يعني ما قد انسرقت حتى الكتروني شيء انه انسرقت تصدق؟ انضحك علي مو انسرقت كان في شيء ما ادري مين جاء مشهور شيء اخذت توقيعه انا وابغى ابيع الشيء هذا عندي وحطيته في اي باي وجاء واحد انه بيشتريه خلاص واتفق على مكان اسلمه سلمته الغلط بس ما سلمني الفلوس قال انه بيحول وقبل لا اروح له دق علي البنك
نفس صوت البنك ونفس كل شيء وكذا 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 وفي حواله حتيجي كذا كذا كذا. طق خاص طمنت انه الفلوس جايه ورحت سلمت الغلط رجعت طلع الوحش المكالمه هو وكذا. عشان كذا نحذر اي احد يجي رابط اي احد يجي مكالمه اي احد يجي زي كذا يتاكد من الرابط يتاكد من الشيء عشان ما ينزل زي يعني. صح قام بعد روحي. شكرا ابو عمر شكرا لكم الله يعطيكم العافيه. ها وش بقى؟ ها لا من يوم قابلتك قفل الحوض. يا من العافية أبو عمر. شكرا يا أبو عمر يعطيكم العافية. إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو يا جماعة الخير. لا تنسون تحملون تطبيق اشحنها وحطوا الأكواد حملوا التطبيق واشحنوها والله يعطيكم العافية. شكرا لكم شرفتوني بهالحلقة. إي والله العظيم شرف أقسم بالله أنكم أسعدتوني والله أنكم صنع محتوى أفضل مننا يعطيكم الله يعطيكم العافية خليتوني نظهر يا بعد قلب الله يسعدكم ما قصرت وبإذن الله أن نشوفكم مقاطع جاية بإذن الله أحس أن في مقاطع حركية تضبط معك يا بعد روح. شكرا لكم شكرا للمشاهدة يا جماعة لا تنسون اللايك والاشتراك. في أمان الله مع السلامة.